يا بلاد ايامك حزن لبسه هدوم. اخوي شلونك؟ حبيبي انا الحمد لله بخير، انت شلونك؟ والله اخوي الحمد لله انا بخير وكلش مشتاق لك، لان من خرجنا لحد اليوم ما شايفك وقلت خلينا نطلع اليوم. ولك والله انا لا شوفك، بس اذا طلعنا وين نطلع؟ والله محمد نروح للكراده، هناك المجمع اللي في المسجد غراض كلش حلوه وملابس حلوه، نشتري من هناك وراها نستحم ونرجع. ماشي ماشي حبيبي، هسه الساعه بالعشره باوع ايش نص ساعة وتعال لي البيت، عاد بدل واخر. يلا حبيبي حمود انا نص ساعة جايك، مو تشتني مثل كل مرة تخليني ساعة بالباب منتظرك. يلا يلا ماشي ماشي، يلا يلا حبيبي الله يخليك. ظلت بصورهم ما نعرف خبرهم، راحوا مني دينا شقد بكينا وما يرجعون. محمد فقرت ردت من الباب. ايه ده عادة طبعا غرفة الخطاب على الساعة كم تبدين وانزلاني. ها يلا ماشي. بيك حمودة حبيبي اشو ضايج اليوم؟ والله يا اخوي ما اعرف شو اقول لك، ام البارحة ما نبيه متزوج ودابا من جاي اطلع هسه ظلت توصل بيا وهي خايفين ودير بالك على راحتك ودير بالك على روحك. هاش بيك حمودة حبيبي؟ عم الناس كلها طالعة وظل السحور، خويا خليه على الله وتوكل بالله. ان شاء الله اخوي ماكو شيء ونعم بالله. يلا بتجيس اخوي خلينا نتوكل على الله. يلا يلا اخوي صل الفريق يلا بروح ان شاء الله. خاف ما اشوفك يا يما بعد، يا بعد قلبي وصل من الكبد، يصير مثل النار قلب ام الولد، يما لا تمشي دخلك يا الولد وجان مني روح ما يرجع بعد. يما محب كربا يريده وتعبي، سند ردك عود لي انا طحن، تالي ضيف شلون من ايدي رحيل، شلي من دونك بالدنيا بعد جان. صامتون صامتون يرقبون ذلنا، يخططون ضدنا خائنون.